مصر جميلة، مصر بلاد النيل. النهاردة في قنا هنروح، هنتجه مع حضراتكم لقنا، وتحديدا على طريق القصير في الصحراء الشرقية بالقرب من محافظة قنا، وتحديدا في هذه المدينة التاريخية مدينة القصير، في منجم ذهب باسمه منجم أبو الفواخير. المنجم ده منذ آلاف السنين من أيام أجدادنا القدماء المصريين وهو بينتج الذهب، وحول هذا المنجم تفاصيل كتير، ازاي كانت بتتم صناعة الذهب، استخداماتها عند المصري القديم، وايه قصة اول خريطة تعدينية على مستوى العالم حددوا فيها مواقع الذهب وتركوها ارث لينا وللاجيال اللي جاية. خلونا نعرف تفاصيل. معايا على التليفون دكتور محمود الجبلاوي، مدرس الاثار المصرية بكلية الاثار جامعة الاقصر. اهلا بيك يا دكتور محمود، صباح الخير. اهلا وسهلا بك يا فندم. ايه قصة المنجم ده وتاريخه؟ هو طبعا بالنسبة لتاريخ المنجم، هي طبعا منطقة الصحراء الشرقية هي من المناطق الغنية بمناجم الذهب، لأن الذهب ده يعتبر من الفلزات اللي هي بتوجد طبعا خالصة في الطبيعة، ولكن هي مش نقية. فعشان كده منطقة الفواخير اللي احنا تقع طبعا المنطقة دي في منطقة القصير وقفط ما بين نهر النيل وما بين البحر الأحمر، وطبعا دي المنطقة اللي بتقع فيها الصحراء الشرقية، وكان يعرف هذا الطريق طبعا باسم طريق الحجاج. المنطقة دي بتحتوي على منجمين للذهب، المنجم الأول اسم منجم الفواخير، والمنجم الثاني اسم منجم السيد. أما ما يطلق عليه بير أم الفواخير أو بير الفواخير، دي عبارة عن بئر للمية كانت لازم تبقى موجودة من أيام المصريين القدماء، عشان طبعا حاجة العمال المهرة في استخلاص الذهب إن هما بيكونوا محتاجين مية لاستمرار الحياة. رقم اثنين بيحتاجوا المية علشان تنقية الذهب وغسل الذهب من بعد استخلاصه من عروق الكوارتزايت. فلو احنا اتفضل، كان في كمان يعني قدرنا نوصل لما يثبت انه المصري القديم هو اول من صنع الحلي من الذهب بعد اكتشافه ليه؟ اه طبعا، هو في طبعا صياغه الحلي، كل مقابر الافراد في الدوله القديمه في منطقه سقاره، مقبره كيو، مقبره كاجمني، والمقابر الخاصه بالدوله الحديثه في منطقه طيبه، كلها بتعرض مناظر الحياه اليوميه اللي كانوا بيشتغلوها. من ضمن هذه المناظر مناظر صياغه الذهب وصناعته لانواع الحليه المختلفه، لان الذهب بالنسبه لمصر القديم نظرا للونه الاصفر بيرتبط بعقيده الشمس، العقيده الدينيه، فكان تصنع منها قمم المسلات، وكان تصنع منها ابواب المعابد، وكان تصنع منها الحليه الجندي اللي بيصطحب المتوفى في العالم الاخر. وتاريخ منطقة الفواخير بالنسبة للذهب وبالنسبة يرجع لعصر بناة الأهرامات للدولة القديمة، يعني حوالي 2500 سنة قبل الميلاد. وأما الذهب في المنجم الخاص بفواخير القصير، وصل لأوج قمته في استخراج الذهب حوالي عام 1550 قبل الميلاد، وده عصر الدولة الحديثة، وده بالضبط العصر اللي هو تم فيه رسم الخريطه اللي حضرتك اتكلمت عنها. اول هي خريطه تعدينيه على مستوى العالم، في نسخه منها موجوده في متحف تورينو في ايطاليا، وفي نسخه ثانيه موجوده هنا في مصر في هيئه المساحه الجيولوجيه. بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمود الجبلاوي، مدرس الاثار المصريه بكليه الاثار جامعه الاقصر، على هذه التفاصيل.